بالبداية رسمت على ورق وبعدين جبنا حديد خلينا نشتغل به على شغل الرسم مال ورق نشتغل به حد ما سوينا الشاصي جبت شيلوان وأنا سويت شاصي بيدي سويته حالة مثل حال السيارة سويت شاصي وجبت ستاربكسن مال دايو برنس دبلات هي جبتها كاملة من التفصيخ وجيت شديتها بس زغرت الحجم مالتها شديت له 4 تايرات مالكية وصارت سيارة مضبوطة هسه أطلع بيها هنا أفطر بالليل لايتات بيها حلوة وين ما كان بالليل أروح بيها يعني هنا بالمدينة عادي بدر أطلع بيها الزرباطية جسان أروح بيها جبت من الأغراض مشمورة عندنا أحد ما يستفاد من عندنا الأغراض كلها بالقاع يعني جبت من يمن الفترية أول واحد ساعدني هو صديقي علي صلاح وكان دائما يجي يبي ويساعدني ونروح نشتري الأغراض وطبعا قسم من هذه الأغراض اللي اشتريناها من أهل المحلات يعرفون جاي نصاع سيارة يبيعون لي بنص قيمة حتى يدعموني ويساعدوني واكو غراض من اهل السكراب يطوني ببلاش طبعا بي صعوبات يعني الحم اقص والحم اكمله بعدين يصير بي غلط ارجع عيد من جديد اتمنى يسجلوها بالمرور يعني حتى اطلع بها وين ما اقدر اروح بها للكويت اشتغل بيها تقريبا 6 شهور حد ما كملتها اسوي بيها شغلات تطلع بيها عواجل وشنو ارجع من جديد اعيدها وحد ما كملتها سويت كهربائيات وشي ما اعرف مثل بالكهربائيات هذا جوارين هم كهربائي هم ساعدني بالكهربائيات مالته وسويناها كذا هسه حاله حال السياره تمشي هسه اجي واروح بيها خير من الله حاله حال السياره انا سويت هذا المشروع السياره الصغيره على مود احافظ على البيئه لان انا لقيت كل هالغراض بالسكراب وبالزباله ومنظرها مو حلو وتارسات القاع فهذا جزء من الحفاظ على البيئة حتى نقلل من هذا السكراب واللي مشهور بالمنطقة منظرها مو حلو عندي هواي مشاريع ببالي بس يحتاج دعم فلوس اقدر كل شيء اسوي اذا اصنع احلى من هاي السيارة واحلى بعد احلى بس يحتاج امكانية